بنجدد التحيه لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. بالتاكيد هنقول كلمه في البدايه، المجد المتكرر فقط ستشاهده في النادي الاهلي، روح واخلاص وشخصيه واداء كبير جدا الحقيقه من الاداره الفنيه ومن لاعبي النادي الاهلي، امور عديده جدا الحقيقه هنتكلم فيها طبعا مع القيمه الكبيره جدا وكابتننا طبعا الكابتن محسن صالح اللي برحب بيه في البدايه. وشك حلو دايما يا كابتن محسن، مبروك، مجهود كبير جدا الحقيقه، تحضير اداري على اعلى مستوى، تحضير فني، روح للعيبه، اصرار، الاجواء شايفها ازاي من البدايه، خطوه بخطوه ان شاء الله باذن الله نقدر نوصل بعيد جدا يا كابتن محسن، الف مبروك ليك. معلش مش وشي حلو ده، وش النادي الاهلي حلو عليا انا. احنا كلنا يعني بنفتخر ان احنا كلنا اهلاويه الحمد لله، وسعداء جدا بالانجازات التي تتحقق. احنا النهارده الماتش اللي فات مع قاره، والنهارده مع قاره، والمباراه اللي جايه مع قاره، فان شاء الله نكون نحقق النتيجه المضمونه او المأموله، ويبقى فوز له ثمن كبير يعني. الحمد لله حتى الان نسير بشكل جيد ووفق الخطه الموضوعه والامال اللي عند الاهلاويه كلهم، ونامل ان شاء الله ان احنا نحقق المزيد في المباراه الفاصله او المباراه الكبيره اللي جايه مع ريال مدريد. بشكر كولر على ذكائه وتعامله مع المباراه بطريقه فنيه مرضيه، شوط لاستهلاك الطاقه وشوط للسيطره والفوز، ده اسلوب كولر في هذه المباراه. بشكر اللاعبين على الجهد اللي بذلوه، وطبعا انا بشكر كل المصريين اللي جم ورا الفريق هنا واللي متابعين في التلفزيون وفي بلدنا الحبيبه مصر، وبنأمل ان شاء الله انه نكون ادائنا مشرف وقوي وجيد ومقنع في المباراه القادمه ان شاء الله. رساله لكل جمهور النادي الاهلي اللي حرص الحقيقه انه يكون متواجد ورا فريق النادي الاهلي، وايضا كمان رساله لاشقائنا المغاربه لان قدموا رساله مهمه جدا في المباراه الاولى وايضا كمان في المباراه الثانيه يا كابتن مصر. يعني طبعا انا بشكر جمهور الاهلي اللي في التواجد في القاهره او في مصر عموما في كل القرى وكل المدن، والموجود بره، وفي جاليه كبيره جدا من المصريين المقيمين في الخارج. اتفاجئت ان هم موجودين معانا هنا حتى في الفندق وجايين مخصوص عشان يشجعوا النادي الاهلي، يعني جهد كبير وحب كبير. نتمنى ان احنا نرضيهم بالاداء والنتائج المأموله سواء في مصر داخل مصر وخارج مصر، وبنأمل ان شاء الله طبعا ان احنا نحقق كل الاهداف المطلوبه مننا كمجلس اداره. واسمح لي ان انا اشكر مجلس الاداره على هذا التخطيط الجيد اللي بنسير بيه، وهذه المؤازرة وهذه التضحيات الكبيرة اللي بيأدوها للفريق والجماهير، وكلنا بنشتغل لإرضاء الجماهير. شكرا جدا كابتن محسن، ألف مبروك، ألف مبروك، كل الشكر ليك. شكرا جزيلا. كل الشكر والتقدير الحقيقة للقيمة الكبيرة جدا الكابتن محسن صالح، روح كبيرة جدا الكل على قلب رجل واحد، هي دي الروح الكبيرة. أنا معاك كمان بقى القيمة الكبيرة جدا للمهندس خالد مرتجي، يعني وش السعد وكل حاجة تلاقيها بنظام في المعسكر فريق النادي الأهلي، عشان كده النجاح بيكون في 90 دقيقة. خالد بيه مبروك، ألف مبروك. روح وشخصية وترتيب إداري على أعلى مستوى، لعيبة رجالة. هنوصل لأول مباراة رسمية أمام فريق كبير جدا ريال مدريد، تحسب ليك ومجلس الإدارة وتحسب للجهاز الفني واللاعبين. مبروك يا خالد بيه. مبروك لجماهير الأهلاوية، ده النادي الأهلي يا جماعة، النادي الأهلي بناسه، بجماهيره، بإدارته، بلاعيبته المحترمة، بجهازه الفني اللي على أعلى مستوى، هو ده اللي بيجعل ال 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 الشعب المصري كله والأهلاوية خاصة بيبقوا مبسوطين. اللعيبة دي رجالة، جهاز رجالة، إدارة الحمد لله موفرة كل حاجة للفرقة علشان في الآخر يسعد الجمهور المصري، وإحنا عارفين قد إيه النادي الأهلي بيسعد الجمهور المصري، واللعيبة دي عارفة قد إيه والحمل اللي عليها عشان تسعد الجمهور المصري، وبإذن الله تعالى ربنا يكرمنا إن شاء الله. إحنا خطوة، إحنا مش يعني مش بعاد، ربنا يكرمنا، لكن مفيش شك إن شرف كبير ان احنا اللي اتعمل، انجاز كبير، فرقه بتعمل كل حاجه والحمد لله رب العالمين. الواحد مش عارف يتكلم من كتر ما هو يعني. ويمكن كمان الكابتن محمود الخطيب ووجوده مع المهندس خالد مرتجي ورسائله المهمه ورسائله المستمره لعيبه النادي الاهلي جانب الرغبه الكبيره جدا. خالد يا جماعه، الكابتن محمود الخطيب ده عجله، يعني بيسموه عجله الدفع، وجوده في وسط اللعيبه وفي التمرين بيتحمل على نفسه وبينزل، يعني الحقيقه ما فيش شك ان بص يا كريم اللي حصل اللي بيحصل دلوقتي، دايما احنا اتعلمنا دايما، يمكن لسه كنت بقول الكلام ده من شويه، احنا اتعلمنا دايما ان احنا عمرنا ما نرد، الرد بالشغل، عمرنا ما نرد على حد. والناس تقول لك ما بيردوش وضعفه، لا، الضعف مش الرد، الضعف مش الرد، القوه انك انت تشتغل وتحقق حاجه كويسه، هو ده الرد. وربنا سبحانه وتعالى عشان عارف ان النيات كويسه والناس كلها بتشتغل على قلب رجل واحد برئاسه المحترم الخلوق
المحبوب غصب عن عين واتيفر ماشي، فربنا بيكرمنا. فالحمد لله رب العالمين، ان شاء الله الجاية افضل. مبروك لجماهير، انبسطوا، افرحوا افرحوا، الشعب المصري كله، احنا دلوقتي كلنا بنمثل مصر، افرحوا. وبرضو لازم ما ننساش الشعب المغربي والجماهير المغربية. الحقيقة أتمنى إن النادي إن الماتشات بتاعت الدوري وماتشات أفريقيا يبقى في الملعب على يعني ساعة الملعب. مش معقول إحنا بنلعب في المغرب وفي بلد شقيقة والشعب المغربي والجماهير المغربية بتؤازرنا بهذا، وإحنا في بلدنا مش عارفين نلعب بجماهيرنا. أتمنى إن دي تبقى رسالة للمسؤولين عن الرياضة إن الجماهير ترجع بأسرع وقت، لأن ده اللي هيفيد كرة القدم. شكرا. اكيد بنبارك لكل جمهور النادي الاهلي، بنبارك لاعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، روح كبيره جدا واصرار كبير، يمكن كمان الفرحه كبيره جدا طبعا. انا معايا بقى الاستاذ محمد سراج والدكتور محمد شوقي، ببارك لك طبعا يا دكتور، مجهود كبير جدا بذل الحقيقه وترتيبات على اعلى مستوى من الجانب الاداري، من الجانب الفني، من اللاعبين والتزامهم الكبير جدا. الهدف هو اسعاد كل جمهور النادي الاهلي. مبروك يا دكتور. الحمد لله، الله يبارك في حضرتك. يعني يوم جميل من ايام النادي الاهلي، ربنا يحفظ النادي الاهلي ويديمه مصدر للفرحه للشعب المصري كله. والحقيقه احنا ما بنتكلمش عن مجهود ولا اي حاجه، هو ده النادي الاهلي، كل واحد فيه بينصهر لصالح النادي الاهلي. بس مش عايز افوت الحقيقه الفرصه دي من غير ما اشكر الجمهور المحترم اللي الحقيقه يعني احنا مفتقدينه في مصر. للاسف النادي الاهلي دلوقتي بقى بيتشجع من الجماهير اللي خارج مصر، نتمنى ان احنا جماهيرنا ترجع لنا. بس النهارده تاني ما بأغفلش ابدا ابدا، وكل الاحترام لجمهور المغرب الشقيق اللي كانت فرقه مغربيه بتلعب لغايه وعملت اكسترا تايم كده وسابوا المباراه وجم نلعب، كان تقريبا مليان، والمره اللي فاتت كان فول هاوس، كان مليان كاملا. النهارده بيشجعوا النادي الاهلي بهتافات النادي الاهلي، حتى لما ما يعرفوش الهتافات يهتفوا اهلي اهلي ورا بعض. كل هجمه للنادي الاهلي بيشجعوها بشده ويقولوا سير اللي قالوها في كاس العالم للمنتخب المغربي، كل هجمه على النادي الاهلي بيصفروا بشده اقوى من جمهور النادي الاهلي في مصر. احنا بنلعب دلوقتي ب 3000 في مصر، النهارده كان في، شفت حضرتك المره اللي فاتت 60000 والنهارده حوالي 40000. فربنا يحفظ جمهور المغرب ولن ننسى له هذا الكلام، وربنا يديم على النادي الاهلي الفرحه دائما ان شاء الله. الدكتور محمد شوقي للعيبه الرجاله اللي لسه مطلوب منهم المزيد في هذه البطوله بالاصرار الكبير والشخصيه المعروفه، نقدر نوصل بعيد يا دكتور محمد؟ لعيبه النادي الاهلي عمري ما وجه لهم حاجه، لعيبه النادي الاهلي افضل مننا وعارفين هم بيحملوا اسم مين، القيمه الكبيره جدا، اكبر قيمه في الشرق الاوسط رياضيه، فهم يعني الحقيقه رجال وان شاء الله يعرفوا هم بيمثلوا مين. لو عرفوا بس هم بيمثلوا مين وهم عارفين الحمد لله هيبقوا افضل من كده ان شاء الله. الله يبارك في حضرتك، سعداء وربنا يديم علينا يا رب. مستمرين مع كل جمهورنا العظيم استاذ محمد الجرحي، طبعا يعني مجهود كبير جدا بيبذل الحقيقه هنا من مجلس اداره النادي الاهلي، والروح كلها هي اللي بتنجح. محمد بيه برحب بيك، انا عارف ان صوتك رايح ويعني قايم بمجهود كبير، لكن كله في حب النادي الاهلي. انت وذكروا كلكم يعني باذلين مجهود كبير مع البعثه، ببارك لكل الشعب المصري، ببارك لجمهور النادي الاهلي. يمكن انا صوتي راح في الماتش بعد الجون، الحمد لله يعني الحمد لله ربنا يكرمنا ان شاء الله. يعني انا سعيد ان احنا النادي الاهلي خير سفير فعلا للرياضه المصريه. انت اللي كنت موجود في كاس العالم اللي فات ولعبت بايرن ميونخ، المره دي انت واصل برضو لقبل نهائي وهتلعب ريال مدريد. فيعني النادي الاهلي هو قوه مصر الناعمه، الحمد لله. ببارك لجمهور الاهلي، ببارك للجهاز الفني، ببارك للاعبين، ببارك لمجلس الاداره طبعا وعلى راسه كل زمايلي، وعلى راسه طبعا الاسطوره الكابتن محمود الخطيب. الحمد لله يعني الحمد لله. مش هطول عليك واقول لك الف مبروك يا محمد. حبيبي مبروك علينا، مبروك علينا كلنا حبيبي. بنبارك اكيد من جديد لقاءات خاصه وحصريه هنا من فندق الاقامه. دكتور محمد سراج الحمد لله على السلامه، يعني مجهود كبير الحقيقه من البدايه من مجلس اداره النادي الاهلي للكابتن محمود الخطيب واصراره انه يكون متواجد للدعم والمؤازره المعتاده. مبروك، مباراه مهمه جدا وصلتنا لاول مقابله شخصيه امام ريال مدريد في مباراه رسميه. مبارك لك محمد. لا الحمد لله، الحمد لله. زي ما انت قلت طبعا دايما كابتن محمود الخطيب لما بيكون رئيس البعثه بتلاقي الدنيا ماشيه بانضباط وبالتزام، سواء من البعثه نفسها، من مجلس الاداره، من الجهاز الاداري والفني للعيبه. فالحمد لله دي حاجه متعودين عليها وخبرات كبيره من عنده بنتعلمها. ولسه يمكن انا النهارده لسه جاي النهارده، يعني الحمد لله كنت موجود في مصر يعني برضو لبعض الامور يعني الخاصه سواء بالنادي او حاجات اخرى، ووصلت النهارده على المباراه على طول الحمد لله. فكنا قاعدين يعني تحت ضغط وقلق كبير جدا يعني، بس كان عندي ثقه كبيره في ربنا وفي اللعيبه، وربنا كبير الحمد لله ان هكسب. العلاقه الطيبه جدا الحقيقه من اشقائنا المغاربه وتحفيزهم للعيبه النادي الاهلي دي مش جديده، لان كره القدم هي تقرب الشعوب. شفت التابلو ازاي؟ شفت مباراه الافتتاح ازاي؟ وشفت مباراه النهارده ازاي؟
لا بصراحة يعني تحية كبيرة يعني للشعب المغربي وللجمهور المغربي. الحقيقة الناس من قلبها فعلا بتساند النادي الأهلي وبتشجع النادي الأهلي. شفنا ده في المباراة الأولى بتاعت أوكلاند سيتي، والنهاردة برضو شفنا ده. يمكن الشوط الأول كانت المدرجات شوية مش مليانة عشان ماتش الوداد مع الهلال، بس مجرد انتهى الماتش وحتى إن هم ما يعني الوداد ما وفقش، الملعب برضو كانت ملا وكان كله بيشجع النادي الأهلي. فليهم دور كبير جدا طبعا معانا، وبنشكرهم جدا جدا، وبنتمنى منهم يعني يستكملوا كده المسيره معانا لنهايه البطوله. كان دكتور سراج تقول لكل اللعيبه الرجاله ما حققناش حاجه لسه، عندنا مهمه صعبه للمباراه القادمه، ايه الرساله اللي ممكن يقولها دكتور سراج لكل لعيبه النادي الاهلي؟ لا طبعا هم لعيبه رجاله زي ما انت قلت يا كريم، وده متعودين عليه في مواقف كتير، سواء في العمل بتاعهم في النادي الاهلي او في حياتهم. هم لعيبه ملتزمين ولعيبه منضبطين، ان شاء الله باذن الله نتمنى منهم الافضل ونتجاوز يعني مرحله قبل النهائي يا رب ان شاء الله. شكرا شكرا جزيلا، كل الشكر والتقدير الحقيقه لاعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، للجهاز الفني، للاعبين، للكابتن محمود الخطيب اللي بيتحمل الحقيقه على نفسه بشكل كبير جدا فقد لاسعاد جمهور النادي الاهلي. مستمرين مع كل جمهورنا العظيم الكابتن زكريا ناصف اللي كان بيشجع من قلبه كالعاده في المدرجات. يا كابتن زيكو يعني برحب بيك، مبروك، فوز مهم جدا. لعيبه رجاله زي ما بنقول، انكار الذات هو في النادي الاهلي سر النجاح من اوضه اللبس. لعيبه قافله على نفسها عشان كده ظاهرين بالشكل المميز جدا ده. كابتن زيكو فنيا شفت اداء النادي الاهلي ازاي من اول يوم لينا في المغرب؟ بص، من قبل ما نسافر متفائل جدا طبعا، ببارك لجمهور النادي الاهلي وبقول له اطمن على النادي الاهلي سواء في اي بطوله جايه، مش بس بطوله العالم والبطولات اللي جايه، دوري وكاس وافريقيا. الحقيقه الحاجه الوحيده اللي تقدر تقولها هي التيم سبيريت اللي موجوده عند الفريق. كل واحد عارف دوره، كل واحد عارف بيعمل ايه بالظبط، وهو ده النادي الاهلي. يعني عمل مؤسسي بمعنى الكلمه، كل واحد عارف اختصاصه، وبالتالي لازم يبقى فيه وراه نجاح. حتى لو في الاداء ممكن يبقى فيه بعض الفترات ده وضع طبيعي جدا. اولا جو برد جدا جدا يعني، بس كنا متدفيين ان احنا بنشجع. باذن الله باذن الله الطموحات بتزيد، وعندنا امل ان احنا ليه لا، ليه يعني ما نلعبش كويس قدام ريال مدريد، وليه لا ما نقدرش نكسب، وليه لا ما نلعبش نهائي. وباذن الله يعني هنعمل كل ما نقدر عليه، وكلنا ثقه في الجهاز الفني وفي الجهاز الاداري والجهاز الطبي، كل واحد بيشتغل بجد. يعني اللعيبه الحقيقه عندها طموحات ومتحمسه جدا، ومش فارق مين بيلعب، وهي دي هي دي روح الفانيلا الحمراء اللي دايما بنتكلم عنها، ان في النهايه النادي الاهلي اولا، وهو ده النادي الاهلي اللي احنا متعودين عليه واللي احنا اتربينا عليه، وكل الاجيال اللي جايه بتتربى على كده. وبنحاول نقول لهم مين النادي الاهلي، وعارفين اللي بيخش جوه المنظومه، واللعيبه الجداد دخلت ومبسوطه جدا، مش فارق معاها بقى مين، حتى اللعيبه اللي خرجت من القايمه بنفس السبيريت ونفس الاداء. المهم النادي الاهلي حقق الهدف، وهو اسعاد جماهيره، لان هو ده الهدف الاول والاخير. يعني عايزين نوجه برضو الشكر لمستر كولر الحقيقه على ادارته الفنيه في المباراه الماضيه وفي هذه المباراه، السيناريوهات العديده الحقيقه اللي كان مقسمها للمباراه، انتظر بشكل كبير جدا ونزل زي ما بنقول نزل يقش في الاخر الحقيقه بقفشه وعبد القادر، اداء مميز جدا. كيف ترى تقييم الفني مستر كولر في هذه المباراه كابتن زكريا؟ الحقيقه انا بشوف ان هو واقعي جدا مع السكواد اللي معاه، يعني مش بس في ماتشين بطوله العالم، لا حتى الماتشات اللي قبل كده. يمكن الجمهور كله اتفاجئ لو تفتكر ماتش الزمالك، ان الناس كلها كانت فاكره هاني اللي هو هيلعب جوه وخالد هيلعب بره، فوجئنا ان لا، ده هو ليه رؤيه ووجهه نظر. والحقيقه اللعيبه عنده حسن الظن، يعني اذا في قناعه بافكاره. هو مدرب قوي جدا شخصيا، وفي نفس الوقت محبوب جدا وسط اللعيبه، مش بيشتغل لوحده، معاه مساعدين في كل التخصصات، وكل واحد ليه دوره برضه. هو بيتعامل مع كل مباراه بفلسفه مختلفه، بطريقه لعبه مختلفه، حتى لو في بعض الاوقات من المباراه، لكن عنده برضه رؤيه، وشفنا التغييرات برضه بتجيب نتيجه. فهو الحقيقه جاي مع النادي الاهلي عنده طموح كبير، وعنده دوافع انه يحقق ويكسب، وعارف ان هو عنده ثقه ان هو هيكسب مع النادي الاهلي، لان المنظومه كلها
بتؤدي دايما للنجاح يعني. شكرا ليك، مبروك لجماهير الاهلي. شكرا جزيلا. بنشكر اكيد اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، الكابتن زكريا، الكابتن محسن، دكتور سراج، الاستاذ محمد الجرحي، الجميع الحقيقه طبعا، مس خالد مرتجي. بنشكر الكابتن محمود الخطيب الحقيقه على مساندته الدائمه لفريق النادي الاهلي وجهاز الفني. يا رب يا رب خطوه بخطوه بمشيئه الله، بالقلب الكبير اللي احنا شايفينه، بالروح الكبيره مع لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني، ان شاء الله باذن الله مباراه ريال مدريد يكون لها حسابات عديده جدا. توفيق ربنا لو معانا ان شاء الله نتخطى هذه المباراه، مستمرين مع كل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي وفرحه فوز النادي الاهلي في المباراه الثانيه في كاس العالم للانديه.